الوضع في ظل الحرارة المرتفعة في المخيمات وضع مأساوي كبير جدا، درجة الحرارة ما يقارب 40 درجة، هاي الحرارة الطبيعية. عداك عن الناس اللي عم تطبخ على النار، عداك الناس اللي ما بتمتلك حق مروحة ولوح طاقة شمسية. الوضع مأساوي جدا، الناس عم تهرب من المخيمات لتحت الشجر لحتى تحاول تخفف عن المعاناة اللي هي فيها. المي قليل جدا، يعني احيانا عم يشيل من قدام النبات اللي عم تسقي وبتكت على الاولاد مي لحتى تبرد شوي. نطالب الجهات المختصه بالنظر في كميه المياه، توفير بعض وسائل التبريد للتخفيف عن ضغط خصوصا كبار السن واللي بيعانوا من امراض. والله الحر ذبحنا ذبح، والله ليك هالاطفال كمان كلها فاتحه تماما من الحر، وانا والله معي قلب صلوا من 2007 لحد الآن، والله حكي ما نعم بضير حكي من شدة الحر ومن شدة الألم والتعب. نطلع من قلب الخيام حرارة كتير نار، منرو تحت الشجر على أضرب، عنا أولاد عبيهم من كتر الشوب، عنا ناس يعني حاملات، ناس عم تطبخ من النار تحت الشمس. أنا من يومين ثلاثة غميت يعني عن النار، بعيد لعنك أنا أول شيء معي عصب، ما بصير أتعرض للنار ولا للشوب يعني. وعنا المي كتير قليلة نسبة هذا المخيم، يعني هلا شفت الدنيا حرارة كتير شوب، يعني على قليل كتها حالة دمعة مي، يعني قليل المي لدرجة يعني، ونترجى من اخوتنا ان يسعوا فينا بالواح طاقة، بس عن بطاريات، مراوح، يعني هيك شيء مثل شقفة براد، ان يعني واحد يبرد على قلبه، يعني الله يوجه لهم الخير.